منذ أسبوع فقط كان يوري يزرع الفواكه والخضر ويرعى أبقاره في قريته أفانسييفكا في جنوب أوكرانيا، لكن المياه الموحلة تغمر مزرعته حاليا بعدما اجتاحت الفيضانات أرضه جراء تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبرو. وشكلت الفيضانات ضربة إضافية للمزارعين في هذه المناطق بعدما كانوا يعانون أصلا من صعوبات في زراعة أراضيهم بسبب القصف المتكرر والحاجة إلى إزالة الألغام. تبللت تبن وتلف، كنا نملك حبوبا لإطعام الحيوانات وفسدت أيضا، وجرفت السيول حظائرنا مع الحيوانات بداخلها وماتت أرانبنا. إنه أمر مؤلم جدا. زرعنا البطاطس والشمندر والجزر والبصل والثوم والكوسة، ونظرا إلى أننا مزارعون نزرع كل شيء قبل سنة كي نتمكن من تأمين الغذاء لما بعد، ولم يبقى شيء الآن. وأفادت وزارة الزراعة الأوكرانية بأن الكارثة قد تؤدي إلى خسارة ملايين الأطنان من المحاصيل، وقدرت الوزارة أن تكون المياه قد غمرت 10,000 هكتار من الأراضي الزراعية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو حيث تسيطر أوكرانيا، في حين تضررت منطقة أكبر على الضفة اليسرى التي يحتلها الروس. هؤلاء الكائنات الموجودون هناك، هؤلاء دمروا أراضينا الزراعية، لن ينبت شيء خلال عقد من الزمن، إنها كارثة بيئية، النظام البيئي تعرض للدمار. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات حول المسؤولية عن هذه الكارثة، في حين يقع السد في منطقة يسيطر عليها الروس، ويرى الجيش الأوكراني أن هؤلاء كانوا يحاولون من خلال إغراق المنطقة قطع الطريق على هجوم مضاد تتهيأ له القوات الأوكرانية منذ زمن.